تقوم وذلك لتزويج شباب من ولاية غردية. المزيد مع زميلة دانيا نريمان بوتق في الميكروفون. ككل سنة جمعية وطنية لشيخوخة المسعفة إحسان تبرمج زواج جماعي للبنات اليتيمات في ولاية، دونك هذه 23 مرة اللي رانا درناها في أقصى جنوب الجزائري، وهذا العام راح تكون إن شاء الله في ولاية غردايا منيعة سبيسيالمون. دونك أون بارتيسيب أ سيت إيفينمون دون لو بوت دو 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 كريي أن فون بور إيدي لي زوفلان. كان يوم حافل تعرفنا فيه على ثقافات شاركت في أكثر من دولة، كل واحدة بتراثها بزيها بثقافتها، كله لعمل إنساني لتحقيق آية من آيات الله اللي هي آية الزواج على سنة الله ولا رسوله. أحب أشكر مدام سعاد شيخي اللي خلتني يعني أشارك في هذه الفعالية بالرغم من أني لسه جديدة يعني لي 5 شهور، وإن شاء الله ربنا يوفقهم في جمعيتهم.